الرئيسي رئيس مجلس البلدية لمدينة وردزات. هذا التنظيم مع الإخوان ديال المجلس الإقليمي جاء على اعتبار أنه المنطقة ديالنا ديال درعة تافيلال كتزخر بمجموعة ديال الواحات اللي هي مهمة جدا. هذه المسألة ديال الواحات كاين فيها القصبات، فيها كذلك الصحراء وفيها كذلك الواحات. اليوم وحنا كان نتلقاو واحد المجموعه ديال الدول اللي شاركت اليوم باعتبار انه المنطقه بامتياز واحيه، وبالتالي ما يمكن لهم الا يلقاو جميع المؤهلات اللي كيبحثوا عليها. وكان عندهم واحد العمل اللي هو قبلي انهم مشاو المناطق الواحيه وتلقوا مجموعه ديال الساكنه، وكذلك تلقوا مع مجموعه ديال الناس اللي كيشتغلوا في السياحه الواحيه. هذا العمل ما يمكن لنا الا نفتخروا به، وما يمكن له يعطي الا واحد دفعه كبيره للسياحه التضامنيه المستدامه. شكرا. سيد أفروخ رئيس المجلس الإقليمي لوردزات، تتنعقد اليوم الدورة الثامنة للمنتدى الدولي للسياحة التضامنية بمشاركة أكثر من خبير مهتم فاعل إعلامي باحث في السياحة التضامنية بحدود 35 دولة من مختلف المناطق ديال العالم. وأكيد أنه غادي تكون فرصة للتباحث في الإشكالات ديال الواحات، من طبيعة الحال كنعرفوا الهشاشة ديال الواحات، ولكن كذلك نربطها بالسياحة التضامنية اللي عندها واحد يعني رافد اقتصادي مهم جدا بالنسبه للجنوب الشرقي وبالنسبه يعني الوردزات. اكيد انه التجربه المغربيه رائده في هذا الاطار، بحيث انه ركمنا واحد العدد ديال الانجازات على الصعيد يعني الميداني، وهذا الشيء كله هو له الاثر الايجابي على الاقلاع السياحي بالخصوص، بحيث انه يعني واحد العدد ديال الحجوزات اللي الان كتسجل في وردزات، واحد العدد ديال الارقام مهمه الى اخره. ونتمنى واش انه تقديم التجربه المغربيه من شانها انه تعطي واحد النموذج اللي ممكن انه باقي دول الواحات انه يمشيوا عليه، ونتمنوا ان شاء الله باللي الاعلان ديال وردزات كذلك غادي يكون يحمل واحد العدد ديال الانتظارات مهمه جدا، واحد العدد ديال الاجابات على التساؤلات المطروحه في علاقه الهشاشه ديال الواحات والمحيط بصفه عامه لخدمه التنميه بصفه خاصه. شكرا. الحمد لله النتيجه من ملي بدينا من 2012 الى غايه 2018، لان هذو المؤشرات اللي تبعناهم، يعني كان حسنا داخل الناتج داخل الخام، الناتج داخل الخام الفردي من 16000 درهم ل 22000 درهم، وكذلك واحد العدد ديال مناصب الشغل اللي كاينه في عده مجالات. فيما يخص سلسله التمور اللي هي مهمه، هي العمود الفقري ديال الواحات، هناك اعاده تاهيل 50000 قطار ديال يعني الواحات اللي هي المساحه ديال الواحات في المغرب، وهناك غرس 3 مليون ديال شجر النخيل، هذا كان هدف ديال 2020 الحمد لله حققناه في اخر 2019. هناك تحسين فيما يخص المردوديه وفيما يخص يعني الانتاجيه ديال التمور، كان يعني الروندومون اللي كان وصلوا ليه قبل هو 90000 طن على الصعيد الوطني، دابا 127000 طن، اذا تحسن، ومازال ما عطات ديك 3 مليون اللي تغرسات، اذا الهدف ديالنا هو نوصلوا 160000 طن ان شاء الله في يعني 2023. اذا هذا النشاط الفلاحي والنشاط كذلك السياحي، هنا المنتدى ديال السياحه، هناك عده يعني مبادرات ديال الشباب ديال اللي كاينين في الواحات في القصور، هناك عده مسارات، انتم تبعتوا واحد يعني الفيلم وثائقي اللي كيوري هذه المسارات وهذا يعني المؤهلات اللي كاينه. فالواحات غنيه بثقافتها، هناك ثقافه يعني حسانيه، ثقافه امازيغيه، ثقافه عربيه، ثقافه يهوديه، هناك صناعة يعني تقليدية ذات يعني مدلول ثقافي، هناك عدة يعني قصور، هناك يعني التنوع البيولوجي، شفتوا يعني الحيوانات اللي كاينة في هذه المناطق. إذا كل هذه مؤهلات باش نزيدوا ننميو السياحة ونزيدوا في مناصب الشغل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حميدة محجوبي رئيس المجلس الإقليمي لتوريرة المنطقة الشرقية، جيت اليوم باش نحضر لهذا المنتدى الدولي للسياحة التضامنية اللي كتحضن مدينة وردزات. مدينة وردزات اللي غنية بالتراث ديالها الطبيعي وبثقافتها كذلك وبالسياحة ديالها، فجيت اليوم نشارك إن شاء الله، لأن كاين 35 دولة اللي كاينة الآن اللي مشاركة في هذا المنتدى.
فاحنا بطبيعة الحال المنطقة الشرقية ما أحوجنا إلى هذه المنتديات، لأن إقليم توريت اللي كتواجد فيه في المنطقة الشرقية عنده مؤهلات طبيعية جد مهمة، بينها السياحة الجبلية والسياحة كذلك ديال القصبات. الهدف كنتمنى إن شاء الله تكون هذه المشاركة ديالي تعطي واحد الدفعة وتعطي واحد ركن تعارف مع بعض الأخصائيين في هذا المجال هذا، باش يمكن إن شاء الله مدينة توريت أو إقليم توريت، لأن الطبيعة ديالو كما قلت لكم المؤهلات ديالو كتتفرض علينا ان خصي ندخلوا ان شاء الله بقوه. وحنا كنعرفوا ان المدينه وماذا بكم تزوروا الاقليم ديال توريت، لان عرف واحد القفزه نوعيه في هذه السنوات الاخيره فضل المجهودات ديال صاحب الجلاله اولا، وكذلك السلطات المحليه والاقليميه، وكذلك كل المنتخبين والمجتمع المدني. فكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ان الاقليم ديال توريت يحتضن نفس التظاهره اللي احتضنتها مدينه ورزازات، وكنتمنى ان شاء الله باش يكون عندنا نفس الطريقه ونفس التوجه اللي كاين نشوفوا، لان ورزازات بحكم المنطقه او بحكم التوجه ديالها فهي كتعرف الحمد لله واحد تراث، وانتم كتشوفوا على اساس ان هاد المدينه هذه فعلا تستحق هاد المنتدى. وشكرا. Je m'appelle Jean-Marie Colombon et je suis le fondateur du FITS, le Forum international du tourisme solidaire et du développement durable, et j'en suis le coordinateur général. Alors c'est la 8e édition que nous organisons ici à Ouarzazate, après avoir organisé des éditions antérieures en France, au Mexique, au Mali, au Maroc déjà, à Tiznit en 2012, au Nicaragua, en Tunisie en 2017 et maintenant ici. Alors pourquoi le Maroc et pourquoi Ouarzazate? Principalement parce que lorsque nous avons terminé le forum de Tunisie, le président du conseil provincial d'Ouarzazate, M. Afrouk, nous a proposé de venir ici et nous a proposé de travailler sur le thème des oasis, le tourisme et les oasis. Donc ça nous a paru très intéressant. Donc il y a deux objectifs principaux à ce 8e forum. Le premier, c'est contribuer au plaidoyer en faveur de la sauvegarde des oasis. Parce que un peu partout dans le monde, il y a 25 pays oasiens, partout les oasis ont des problèmes. Elles sont en péril. Alors que ce sont des organisations sociales, économiques, écologiques, hein, très performantes, qui ont permis aux civilisations oasiennes de perdurer depuis des siècles, depuis des millénaires, dans un environnement qui est extrêmement difficile, qui est aride, où il n'y a pas de ressources, etc. Ça, c'est le premier objectif, contribuer à la sauvegarde des oasis. Deuxième objectif clé, c'est la question du tourisme, puisque FITS, ça signifie Forum International du Tourisme Solidaire, parce qu'il y a deux principales formes de tourisme pour les oasis. Il y a ce qu'on appelle le tourisme industriel, le tourisme de masse, où vous avez des avions pleins de Chinois, d'Asiatiques ou d'Européens qui arrivent. Bon, ils vont dans un grand hôtel, ils ressortent de l'hôtel, ils vont dans l'oasis d'à côté. On a un tourisme qui sert évidemment le développement global, mais qui ne sert pas directement la population locale, sauf peut-être pour quelques emplois ou des choses comme ça. Et puis, il y a une deuxième forme de tourisme, qu'on appelle le tourisme durable, responsable, écologique, solidaire, un tourisme sobre. Tourisme sobre, ça veut dire qui ne consomme pas beaucoup de ressources. Le principe de ce tourisme, c'est le moins de consommation possible et le plus de retombées possibles pour la population. Ça veut dire plus d'argent. Il faut que l'argent aille directement à ceux qui sont à la base, c'est-à-dire les petits prestataires de tourisme, les gens qui organisent les voyages locaux, les petits producteurs agricoles, parce que ce sont leurs productions qu'on va consommer, les artisans, parce que le touriste il va acheter les produits de l'artisanat local. Et vous, au Maroc, vous avez une chance extraordinaire, c'est que vous avez un potentiel avec les paysages, avec l'hospitalité des gens, avec la qualité de la gastronomie. Vous avez toutes les conditions pour être vraiment un pays emblématique pour ces nouvelles formes de tourisme.
ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.